يقوم الله كل ما انت حاولت، وطبعا احنا دا نحكي على شيء داخلي، كل ما حاولت انه تصلي تصوم انك تتسلح بالروح القدس يبدي الغطاء يرتفع شيئا فشيئا. فانت يعني هناك layers، هناك طبقات كثيرة امام عينك، امام فكرك، امام معرفتك، ويبدي الله يشيل غطى ورا غطى. بس انت يا انسان مشكلتك الكبيرة شنو؟ عندك نوع من العنجهية بالمعرفة، ومرات تريد تتجاوز كل هذه الأمور. لا يمكن أنه تتجاوزها بعقلك، وإنما الله راح يسمح لك شيئا فشيئا. ولهذا تشوفون بسفر الرؤيا يوحنا يتلقى تعليمات، وهي التعليمات شوية شوية تبدي ترفع عنك كثير من الغطاءات. ولهذا همين تشوفون خطاب يوحنا في سفر الرؤيا شنو؟ ها شفت هيجي، قال لي هيجي، متعجب من دهش ليش؟ لأنه الغطاء يرتفع. إخوتي وأخواتي الغطاء مهم، والغطاء دائما نغطي به المكانات اللي نخاف منها. ولهذا عندنا العورة. شوفوا هسه دينهم مذهبهم اليوم في الحضارة الغربية والجنس، ليش كاتلين روحهم من يشيلون الغطاء؟ وحتى اكو مؤمنين، حتى اكو ناس متدينين بالكنيسة همهم رفع الغطاء، ياخذ القربان والبعد الجنسي براسه كاتله. ليش؟ مشكلة كبيرة. اذا تقرون في سفر التكوين ورا ما رست السفينة مال نوح على الماء، نزل نوح هو وعائلته، العائلة المختارة، عائلة مختارة من قبل الله، وكلفها انه يبني الفلك وتحدى الناس، والناس استهزأت به. ولكن نزل على الارض، جف الماء، بدا يزرع. اول شيء زرعه زرع الكرم. الكرم هو زين بس يسكر. وبنفس الوقت صاحبنا نوح زرع شيء سكر به، يعني زرع شيء خلاه مخدر. وما دا احكي على الحشيش، يعني زرع شيء ونام وهو عريان، عورته طالع بصلخ. المكان اللي يخوف واللي يخوفكم كلكم، ولكن المكان اللي روح الإنسانية وعذابها به. لما اجى ابن حام، هو عنده حام وسام ويافث، من اجى حام شاف ابوه مصلخ والعورة منطقة جنسية طالعة، فسوى بوع وراح على اخوه، اخوان اثنين سام ويافث، قال لهم شفت عورة ابويا. ولكن سام ويافث راحوا قبل دخلوا الخيمة شافوا عورة أبوهم، قبل جوي خلوا الغطى. هذا مستوى تشوفوه من بداية سفر التكوين، يعبر عن شنو؟ يعبر عن أنه حام خطية لأنه رأى عورة أبي ولم يغطيها، لعن أبوه من قام من النوم، لعنه قال له أنت ملعون وأنت نستك يخدم هذول الاثنين، وبارك سام ويافث لأنه غطوا. المزمور يقول طوبى لمن سترت معصيته وغفرت خطيئته. تعرفون أنتوا الغطاء بالكتاب المقدس هو شنو؟ التكفير. يعني شوف هسه أنت الغطاء والغفران واحد. فأنا اليوم لما أقول في واقع اليهود لما كان يدخل بيوم كيبور، كيبير يعني غطي، اليوم مجتمعنا أبد ما يعرف يغطي. اليوم مجتمعنا يريد يفضح، يريد يكشف العورة. ولهذا تشوفون أكو مهازل الأشخاص اللي يظهرون بالتيك توك والفيسبوك، وانتو هم من ضحايا لهم، انتو تاخذوهم وتسوون شو اسمه شير، وهاي وشي مضحك كلها هي مشكلة شنو؟ مشكلة عورة، مشكلة فضح المستور. ليش؟ لأنه إحنا بعد ما عندنا شيء مستور، إحنا ما عندنا شيء اسمه تغطية.
ما عندنا شيء اذا شفنا شخص دا يخطئ نقول الله يغفر لك، الله يغطيك. احنا نفضحك، هذا شغلنا. ولهذا مجتمعنا هو مجتمع ذاهب الى الزوال، ذاهب الى يعني خميرة الموت دا تتنامى، دا تكبر الخميرة، العجينة دا تكبر. ليش؟ لانه احنا ما عندنا قابلية نفهم الغطى شنو يعني. وديروا بالكم اي شيء نخاف منه نغطيه. ولهذا اول شيء راحوا غطوا المرأة وحجبوها، لانه المرأة مخيفة. هاي هذا الشيء ديروا بالكم عليه، هذا خط يكشف الفكر البشري شلون يمشي. اذا انت خريج السربون لو خريج الابتدائية راح ينفهم بانه عندك مشكلة ومعضلة اسمها الغطاء. ما تعطي مجال لله انه يغطيك ويكشفك. تعرفون انت كل الزين الغطاء شوية شوية يصير اكثر شفاف. ولهذا احنا نحكم على الولد لا البس ملابس، البس ملابس يغطونه يغطونه، لا تأشر هالمناطق لا تسوي. بس الانسان من يكبر من يكبر يصير 80 سنة يقوم يخرف شوية ويقوم يمشي بالشارع ما لابس شيء. رجع الى ادم وحياة ادم قبل، بعد ما يفكر لانه ماكو شيء بعد، بعد ماكو شيء يخاف منه. فاحنا الخوف بينا، واحنا نخاف من جسمنا، احنا نخاف من نظراتنا، نخاف من نظرات الاخرين. ايش قد احنا ايش قد ناس خوافين. مع العلم يسوع يقول تحرر، اتحرر بالمعنى خلي حياتك بيد الله وبدي يشتغل على الايمان، لان الايمان هو يحرر. ما العقل، العقل مؤلم، العقل يخليك في يوم من الايام تصير في حالة مرض مو طبيعي. جماعة الاسكيزوفرينيا اللي ينصابون بانفصام الشخصية، طبعا هذا المرض صار كلش عام وبي لفلات، ويمكن اكو ناس تجي الكنيسة عند اسكيزوفرينيا. ليش؟ لانه خايفة. انا ما اروح على الله لانه خايف، انا اروح على الله لانه احبه. يديروا بالكم الله يستقبلك، هو اب، ولكن مثل ابن الضال. ابن الضال ما خايف، بس الابن الضال يريد يرجع للحب الاول، فراح على ابوه. اليوم لو تعرف شلون تحب ما تخاف، بس انك انت ما تعرف شلون تحب. تحب الفلوس تخاف عليها، تقوم تلزق بهدومك، تلزق بجلدك، تقوم يوميا تباوع عليها وتطبطب عليها. ليش؟ انسان ما تعرف تحب، ما تعرف يتوجه الحب. الحب يتوجه لي فوق، يصير شفاف ويصعد لي فوق. لكن احنا للاسف الشديد الشيء الشفاف ويا الله نغطيه، لكن الشيء للاسف الشديد اللي لازم احنا نزيله هو رؤيتنا لله. احنا نقوم نخلي اخطيه ويا الاخرين، نقوم ما نفهم الاخر شونه ومن فهم غطاءه فنكشفه نفضحه. ولهذا تذكروا دائما هذا المزمور يقول طوبى لمن سترت خطيئته وغفرت معصيته. هذا شغل الله، يسترك يغطيك. زين هاي تعلموها دائما، لان هذا المجتمع بعد ما يعرف يستر كرشي عيوب شغلات كلها يخليها. شفتوا فد يوم فد شي بخير؟ هسه انتم شوفوا الفيسبوك هو دلاله كبيره على تواضع فكرنا ومعرفتنا وروحيتنا. الإنسان اللي ما عنده هالأمور صدقوني يكون مرتاح. ليش؟ لأنه ما شايف غير خياسات، قل ما نشوف فتشي بخير. ليش؟ لأنه منو دا يطلع عنا؟ هذول اللي كانوا صايعين متسكعين بالبارات، مثل ما يقول بولو كويلو، يقول صار عندهم فيسبوك وصار عندهم صفحة وبدوا يفضفضون ويزوعون علينا. اليوم احنا مشكلة كبيرة دا نتعرض الى عدم فهم وعدم سيطرة لمشاعرنا لحياتنا. ولهذا المسيحية انا اشتغل على الغطاء. اليوم دير بالك استر استر. يعني نوح لما سوى كرس يعني لعن ابنه كان محق، لان الفكر الكتابي يركز على الستر. انت بدل ما تفضح تعال غطي لابوك، ما تبقي مكشوف. فدير بالك تسويها ويا الناس اللي حولك مشكلة. على العموم زين، اليوم موضوعنا راح نجي على الفصل الثاني
وكنيسة من الكنائس العظيمة هي كنيسة يوحنا، تعرفوها يا كنيسة؟ أفسس. أفسس ماذا تعني؟ تعني المحبوبة. لا، مرغوبة مو هذه، هاي ترجمة فاكسة. المحبوبة ليش؟ لأنه أفسس هي هذه الكنيسة اللي تعبر عن شنو؟ تعبر عن الحب الأول، راح نشرحها، بس أفسس لازم نحكي عليها. هي مرتبطة بيوحنا، بس احنا أكثر شيء أفسس عرفناه عن طريق منه يا رسول؟ بولس. بولس ديروا بالكم، بولس هنا هو الرابط المهم لأفسس. بعدين يجي يوحنا، يوحنا يجي عن نتائج. يعني بولس كل شيء حرثه، كل شيء رتبه، أنجب وأثمر، ولكن بعدين يجي يوحنا يشوف المصايب. ولهذا نشوف في سفر الرؤيا الإصحاح الثاني، الآن يسوع يظهر في هذه الكنيسة ماسك بالسبع كواكب، وأيضا شنو؟ وده يمر بين المنارات السبعة. سبع كواكب، شنو هي سبع كواكب؟ المنارات هي الكنائس، هاي بس خلوها ببالكم لأن راح تتكرر. ها، أفسس، أفسس مدينة عظيمة بها أكبر معبد، شو اسمه؟ أرطميس. بالفعل معبد أرطميس. هذا المعبد، هذا المعبد أسس أو بني سنة 550 قبل الميلاد، وهذا فد علامة ظاهرة. ليش؟ لأن أرطميس هو إله الخصوبة وأيضا الراعي، يعني عند اليونان هذا يسحول إله الراعي. معبد أرطميس الآن هو من أحد العجيب السبعة بالعالم. ليش؟ مو من خلال البناء الأول، هذا انبنى سنة 550 قبل الميلاد. سنة 365 قبل الميلاد حرق واحد مجنون، بعدين رجعوا بنوا. طبعا من بنوا؟ بنوا فتشي أقوى من سنة 550. هنا ما هي العجبة، شلون يقول لك العجيبة؟ ليش؟ لأنه بناء جميل راقي. ليش؟ رادوا يعوضون عن هذا الهدم اللي صار. هذا رمز أفسس، وطبعا تعرفون كان يجون الحجاج هناك ويقدمون الضحية لمن أرطميس، أنه يعتبروه هو إله الخصوبة. مش بتنطي؟ الله يزيدني. هسه أنا أشوف واحد أقول له ليش تشتغل الكنيسة ببلاش؟ يقول أبونا لأنه أنا شما أسوي الكنيسة؟ الله يرزقني. بعدين وراها أشوف جاني واحد اعطاني فلوس على فد شغلة كبيرة. طبعا هذا شيء حلو، ما بي شيء، بس أكو هواي ناس جو يشتغلوا بالكنيسة انفقروا إلى درجة غير طبيعية. العموم لا تجربن الرب إلهك، يعني ديروا بالكم من هاي الأقاويل. صحيح هي أقاويل تقوية حلوة واحد يحس بيها، بس ديروا بالكم الله ما يشتغل هيك. مو أنت تشتغل بيتي أنا أزيدك وأسوي، لا، يمكن ما يعطي كرشي، يمكن ما نعرفها. أي المهم، فتشوفون معبد أرطميس هو من المعابد العجبة. ولكن همين نشوف سنة 262 ميلادية شي يصير بي؟ يهجم عليه الغوط، تعرفون البرابرة الأوروبيين، الغوط والوندال تعرفوهم، هذول بربر، فهجموا عليه وتهدموه. لكن بذلك الوقت كانت المسيحية واصلة مرحلة بالتبشير، فقالوا بعد ما نعيد بناء، لأنه هاي هذا معبد بعد انتهى، ايش من يجي يعبد به؟ هذا المعبد مهم جدا الأفسس. اثنين، أفسس هي منطقة توقع على ممر التجارة البحرية والبرية. يعني من يجي هنا؟ يجون الرحالة، التجار، المفكرين، زين. ولهذا أفسس مليانة بكل الأمور، الأيديولوجيات، الأفكار، تعارضات، سوالف هواية تجي من آسيا، زين، كلها يمها. ليش؟ لأنه هي عدها ميناء أو مرفأ كلش قوي.
لينا أنا أوكي. لكن لما أجا بولس دي يبشرها، بولس بقى بيها. ليش؟ لأنه بيها نوعية مسيحيين ما حد واصلهم. هاي بس خلوها ببالكم. أفسس لما بشرها بولس تكون جروب ما عنده شغل غير انه شنو؟ يحافظ على الايمان ويقرا كلمه الله. باعوا باعوا هنا حتى نوصل للحب الاول اللي دا يحكي عليه يسوع لما قال للملاك، قال له روح قول الجماعه افسس ما انتم كل الزينين، انتم ورده مال الله، انتم تفرحون القلب. ليش؟ لانه جماعه تصلي وتصوم وما تقبل اي شيء يجي يشذ ايمانها. ولهذا كان عندنا شنو من العلامات المهمة الأفسس؟ كان بيها ناس شبيهم معلمين كذابين. شكرا على الجواب. الشيء هسا يعني من إجا بولس دي أسس ما أسس بسهولة، لأنه هاي جماعة يونانية وعندهم أفكارهم الخاصة. من أجل دي يوصل لهم يسوع ما بهاي السهولة، فنحت على الحجر ودخل عليهم من الجانب الأخلاقي وأيضا من الجانب العقائدي. يعني شنو من الجانب الأخلاقي والعقائدي؟ يعني ركز على الأخلاق، يعني محبة منه الآخر، وركز على الشريعة بين قوسين من الشريعة إلى الإيمان بيسوع المسيح. فتشوفون هنا الأخلاق والإيمان، هذول الاثنين مربوطين. يعني حياتنا المسيحية تركز على الإيمان بيسوع، وبسبب هذا الإيمان ماتك أخلاقك شو يصير بيها؟ تتعمد مو تتروحن، فتتحول من كلمة أخلاق أكو كلمة أكثر تقنية. الأخلاق المسيحية شو يصيحوا بين قوسين؟ شنو هي الكلمة أهم من الأخلاق؟ يعني لما أخلاقنا تتعمد بإيماننا شو تتحول من أخلاق إلى؟ هاي الكلمة بس حفظوها الله يخليكم، يصيحوها نو فيرتشو. اكو واحدة اسمها فضيلة بينكم، ديروا بالكم الفضيلة هي اعظم من الاخلاق، دائما ركزوا عليها. الاخلاق نشوف واحد ياباني ما مؤمن بالله بس عنده اخلاق، اوكي؟ لما تربط الأخلاق بالإيمان تصير فضيلة. الفضيلة يعني أني بدل ما أقعد أركز على أخلاقي مع الآخرين، لأنه أني أحب الآخر أني يأخذ حريته وأني حريتي، أجي أباوع عليه من خلال عيون منه؟ من خلال عيون المسيح. إيش قال يسوع؟ إيش قال يسوع على التحول من شنو؟ من الأخلاق إلى الفضيلة بكلمة بجملة واحدة، شنو هي؟ شنو هي؟ ما هي الجملة التي حولت الأخلاق إلى فضيلة عند يسوع؟ الإيمان. لا لا، الجملة اللي قالها أحب. شوفوا هنا أنا أحب بعضكم بعضا. هنا هذه الجملة تبشر بتحول الأخلاق إلى شنو؟ إلى فضيلة. ليش؟ لأن الحب سيأتي من خلال حبي ليسوع. وطبعا هذا الحب اللي تجاه يسوع راح ينعكس على الآخر. ولهذا تلاحظون أكو الصليب. شنو الصليب؟ الصليب علاقتي مع الآخر زين وعلاقتي مع الله. علاقتي مع الله وعلاقتي مع الآخر الأنا. شوفوا هنا أنا هنا. فالصليب يحول لي الأخلاق العادية العالمية إلى فضيلة. ليش؟ لأنه راح يكون يسوع في بؤرة هذا الحب، مو الأنا. يعني مو أنا أحبك لأنه أحبك،
أنا أحبك بعد لأن يسوع وصاني عليك والله وصاني عليك. وين الوصية أخوتي وأخواتي؟ وين تشوفوا هاي الوصية؟ نا بالعهد القديم مو بالعهد الجديد. ها هوديو بينا سلفارني. ها لا مو تثني، ارجع بعد ارجع. تكوين، وين تكوين؟ أين أخوك؟ زين؟ شو قصة؟ أين أخوك؟ أين أخوك؟ هذه مهمة تحول لك كرشي، تأسس كل الأمور على واقع كتابي. يعني أنا أخلاقي بعد تحولت إلى فضيلة. ليش؟ لأنه هذا السؤال اللي الله وجهه إلى قائن، أين أخوك؟ مو معنى أخوك ابن أمك وأبوك. اليوم تتوجه إليك، وين أخوك؟ أخوك الميت اللي الجوعان اللي بالملجأ وانت قاعد تتاكل ويا عائلتك ومتونس. فإذا أنت علامة استفهام كبيرة، وانت ما تدخل الملكوت بالمعنى، لانه انت شوف وين اخوك؟ شوف ماكو اخوك بالمعنى انه ماكو مصاحبه. وين هذا الشخص اللي انت تقوده بايدك تساعده؟ انت جاي وحدك ولهذا ايدك فارغه. هنا اين اخوك؟ هذا اللي يعبر عن المسؤوليه. ولهذا الكتاب المقدس شوفوا بداياته كلها المسؤوليه تجاه الاخر. زين، لكن يجي يسوع ياخذ اين اخوك ويقول جملته الذهبيه. شنو هي الجمله الذهبيه مالته اللي دائما نركز عليها؟ لا احبب الرب من كل قلبك وقوتك وعقلك وكيانك، خليها بين قوسين، واحبب قريبك كنفسك. شوفوا هنا إذا باعوا النظام. وين النظام مؤسس؟ باعوا هنا أنه أول شيء التوجه يصير فوق، وبعدين أنه آني راح شو أسوي هسه؟ آني الأنا والآخر. زين، راح أبدي شو أسوي؟ أروح أتوجه على الآخر من خلال عيون الله. شوفوا هنا أنتوا شو تسوون أو إحنا شو نسوي؟ إحنا بالعكس، احنا حي الله ويا زماني وهمشي اني وبيتي بساحة الخلاني، انه انا الانا الله الاخر الله الوطن القائد. شوفون هنا أنا. الانا الله الاخر، لاحظوا هنا الله صار بعد من الابعد حياتي، الانا والله والاخر، فصار صعب علي انه احب الله واحب الاخر. اليوم ليه صار عندنا مشكلة؟ علاقاتنا كلش يعني مهزوزة، مو بس لأنه الشيطان موجود، لأنه إحنا بعد يعني صار عندنا عجز بتوجيه حبنا للآخر ولله، فصار شنو؟ صار ارتباك. فتلاحظون هنا صارت المشكلة بأنه الله والآخر اشبيهم صاروا فجهدين. لكن يسوع شو يقول؟ يقول لا تسوي هيج. وبولس يحكيها في أفسس إنه تكون الأنا والآخر، لكن الله هو هاي العين اللي تتوجه. شوفوا هنا، يعني الآخر من يريد يجي علي راح شو يصير؟ راح يلتقي بالله، وأني حتى أتوجه لله أني شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي لقاء يوجهني للآخر. فإذا أنت وحدك وحزين منهار أعصابك، تلاحظ شو يصير عندك؟ الشيطان يبدي يمسح لك هذه. شوف بعد ماكو مالي علاقة، أنا بس ويا الله. بعدين هسه ايش راح يسوي؟ هاي العين ما راح يخليها مفتوحة، راح شي تقول وينك يا رب؟ طلعت العين مسدودة. واليوم أين أنت يا رب؟ شوفوا هنا هذا شغل الشيطان.
كثرت أين أنت يا رب؟ ليش؟ لأنه العين مسدودة وكأنه عين الله انسدد، وهذا الشيء اللي احنا مريده. ولهذا تلاحظون بأنه الأخلاق العالمية تتحول إلى فضيلة من خلال أنك أنت تنظر بعين الله. وتتذكرون أنتو النظر إلى العين مهمة جدا حتى تغير أمور كثيرة. تتذكرون الشاب الغني نظر إليه يسوع فأحبه. ليش يسوع أحب شكله؟ إيمانة بوجهة ها؟ نظر إليه فأحبه. شون أحب يسوع؟ دائما ديروا بالكم العين هي المكان الوحيد الذي لا تستطيع أن تكذب فيه. هسه أنا أباوع على عينك أعرف أنت وين رايح. ليش؟ اكو ناس من تحكي اياهم يباوع عليك هيجي هي ما راح تلقيه، يعني الشخص ده يفكر بغير شيء بس هو مصغي لك. هسه ثلاث ارباعكم هيجي انتو اي حكايه احكيها مباشره انت شو يصير بيك؟ تباوع. بس قبل الدماغ ياخذك فد مكان فد خازوق فد زاويه فد مشكله فشي صار. تلاحظون هنا العين تلعب دور اخوتي واخواتي. نظر اليه فاحبه. لما نظر الى متى، متى سوى؟ ترك الجنو، ترك طاولة الجباية وراح ورا يسوع. ليش؟ لانه هنا هذا العين بالشاب الغني كانت عين شبيهة، كانت عين من جهة واحدة. اوكي؟ فالشاب الغني تبع يسوع له لا؟ لا. لكن في متى ايش صار؟ صارت الجدحة، انه عينك التقت بعين الله. هاي اهم شيء اخوتي واخواتي. انت من تجري الكنيسة لما عينك تروح هنا وهناك، يابا انت مو هنا، ماكو قداس. حافظ على عينك، بوع عينك. اول تهذيب تهذبه هو عينك، سدها، ما لها لازمة. صدقوني ما تفتحوها الا لما تاخذ القربان. حتى من تروح تاخذ قربان روح تضرب واحد قدامك ماكو مشكله، بس ما لها حاجه العين، ما لها حاجه. لانه من سد عينك انا راح اخاطبك، راح اخاطبك بالذبيحه، كل شيء راح يشتغل بالداخل، كل الكشف راح يصير بالروح القدس. لكن الناس بتفتح عينها تشوف بهرجه الكنيسه والصور وغيرها، ما تقعد تركز على الذبيحة. اليوم احنا العين مهمة جدا. فنظر إليه فأحبه يسوع، راد أن يكون وياه بس ذاك ما قدر، لأنه عينه مو على يسوع، عينه على حياته، على مستقبله. ولهذا تركه الشاب الغني. لكن لما تكون العين قبل على العين، متى داخ من نظرة يسوع، حرق حرق مو طبيعي. ليش؟ لأنه انطى نظرة بأنه كل حياتك هي يمي، وحياتك لا هي بفلوسك ولا هي بسكرك ولا هي بعربتك ولا هي بتاريخك ولا هي بأمتة مالتك ولا بالماثة مالتك. الحياة الحقة هي باللقاء بعين يسوع. ولهذا تشوفون متى ما عندي شيء بعد، جباية فلوس كلها شمرها، احنا ما نقدر ناخذ هالقرار، احنا نريد نساعد. يعني انا 100 دولار هواية، 100 دولار خلي 75 أبونا. هاي تشوفون ديروا بالكم على العين. ولهذا شعب المسيحي وأنا أقولها في هذا اليوم مسرورون، كلها فرحانة بس ما حد أو قليلين شافوا يسوع يدخل سعان. سعانين ما هي أرض سعانية، حياتك. المهم تلاحظون من جهة واحدة. فإذا هنا يسوع شلون يعرفك؟ يعرفك من عينك، النظرة في العين. وهذا اللي دي يقول الإنجيل لما يقول البطرس، يقول له تعال امشي على المي، بس باوع وين؟ عيني. لا تباوع على جسمك لأن جسمك ضعيف، لا تباوع على قوانين الطبيعة لأن قوانين الطبيعة راح تشمرك بالمي، لكن باوع بالإيمان، وعين الإيمان تعمل وتخليك تمشي على المي. والمي هو رمز الشر، رمز الخطيئة الموجودة بمجتمعك. بطرس هو احنا،
وبطرس يشك وخلي يشك، لكن بالأخير نزل الروح القدس سوى بطل الأبطال. ولكن إحنا شو وقت تصير أبطال في إيماننا؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. المهم، فإذا هنا أنا تلاحظون بأنه معضلة كنيسة أفسس كانت شيء واحد. هسه راح أقعد أقراها وراح تشوفون أنتوا وين انطخ بكنيسة أفسس. زين، اكتب، هاي السعدة يقول للملاك، العفو اليوحنا، اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، هذا ما يقول الذي يمسك بيمين الكواكب السبعة ويمشي بين منائر الذهب السبع. المشي أخوتي، شوفوا هنا كواكب وشنو منار، منار هي كناس. زين، ليش يسوع ظهر في كنيسة أفسس يمشي بين المنائر؟ شنو يعني مشي؟ يلا فكروا، أريد تفكرون وياي، هذا درس التفكير، أريد شوية العقل ينفتح. ليش مشى بين المناير؟ ليش دا يقول هذا هو، يعني دا يحكي عن نفسه أنه أنا حامل شنو السبع كواكب وأمشي بين المنائر السبع. ليش دا يمشي بين المنائر السبع؟ هالسؤال هنا، هل هو قائد عسكري؟ هل هو استعراض عسكري؟ دا يراوينا قوة يسوع بأنه قوي، شايل سبع كواكب ودا يمشي بين المنائر السبع، يعني شنو؟ يبشر؟ ما شين يحفظها؟ دا يمشي بيناتها، يعني دا يشتغلون بعد بعد. هو ايش دا يسوي؟ هو ايش دا يشتغل على شنو؟ لا تقولوا لي هو ما أكبر، أقوى كلمة موجودة بالكنيسة، دياكونية الشركة. ديروا بالكم، احنا عندنا شركة قديسين، وعندنا شركة المؤمنين، وعندنا شركة الروح القدس، مو نقول عليها؟ ديروا بالكم على الشركة. الشركة بالمعنى، يسوع ديمور بين المنار بالمعنى الحميمي الدافي، مو هو قائد عسكري دي يستعرض عضلاته بأنه أنا جيت حتى أدمر الشيطان وقوي كنيسة أفسس. نو، بس هو دا يمشي بين المنار بالمعنى أنه أنا وياكم جيت حتى أنطيكم هذه القوة، أشجعكم، أساعدكم، وبنفس الوقت أنا حميمي وياكم دافي. يعني اليوم إحنا نحتاج يسوع يدخل في حياتنا، يخلق الدفء والحنان والرحمة. هذه الأمور بعد قلت عندنا، صرنا أول شيء نسويه نحكم على الآخرين ونضطهدهم بلساننا، صارت الخطيئة سهلة جدا باللسان. ودير بالك لما يسوع يتكلم عن اللسان، يقول اللسان معلق بحبل راح يربط حولك حبل مشنقة. عمي شو تتبرع؟ I don't care، يقول الله. ديروا بالكم تتبرعون على مو تمسح، ترى خطاياكم ما تمسح بالتبرعات. خاف علموكم هالشي، ترى انا ام سوري، ولو هاي الجمله راح توديني بدايه، بس عزيزي اقول لكم اياها، ترى اي تبرع تتبرعون ما له شغل يم الله. الله يريدك تشتغل على قلبك. صحيح انت تطي للكنيسه، بس تطي للكنيسه بعد ما التقيت بالله، مو انت تطي فلوس على مو توفر حتى اللقاء ويا الله من ماكو حاجة. ولهذا الناس مضحكين لما يريد اسمه مكتوب على الحائط، هذا ضحك على الذقون. ليش؟ لأنك أنت شو تريد؟ أنت الناس دا تصفق لك مو الله. الخفية يسوع من يحكي عنها، الخفية نعمة، الخفية هي مكان القداسة. فلاحظوا هنا أنا يعني دائما نركز عليها، مبدأ الحميمية والرحمة والحنان تشتغل بيني وبين الله، بيني وبين المسيح، بصلاتي، بتعاملاتي ويا الآخرين، يشوفون المسيح بلساني، يشوفون المسيح بتعاملاتي، بمساعدتي، بطيبتي. لكن لما يجي ويحق حقيقة وأكو ظلم، أكو تعاسة، أنا هم أهب مثل يسوع لما دخل على الباعة والصيارفة وطردهم من الهيكل. ليش؟ لأنه الهيكل هذا مو بس هيكل يصلى فيه، هذا الهيكل هو حضور الله بحياتك. ولهذا يسوع يقول العفو ماربولس يقول اجعلوا هياكل، شنو؟ أجسادكم هياكل. إذن كل جسد هو هيكل،
إذا كل جسد هو كنيسة، أنت لما تجي تسوي هيك بالكنيسة يعني بالمكان المقدس اللي لازم الله يكون به، تتخلي الشيطان وبالخفية أنت دمرت كل شيء. يسوع يعمد الخفية ويسويها خفية بالمساعدة والنعمة، وليس خفية بالجماع وبالنفاق والنميمة. ديروا بالكم. فإذا هنا لما يمشي بين المنارات بالمعنى شنو أنا أسميها؟ انتميت، يعني الحميمية. أنا اليوم أحتاج يسوع حميمي، يسوع يتفقدني يشجعني. فإذا يسوع راح يعطيني شيء اسمه الحنان، بين قوسين الحب. بعدين شيء يقول لي؟ شيء يقول لي بعد؟ أكو كلمة اللغة، ينذرني ويشجعني. ينذرني انه اكو بلاوي راح تجي بحياتي، ويشجعني حتى اتحمل البلاوي. ابد ما يقول لك يسوع تعال انطيك، تعال انطيك في الطريق احسن توصل بسرعة وقت. اصلا يسوع ينطيك طريق اطول. هذا اللي سواه منه الله بمن؟ لا لا، سواه بالشعب، سواء مع الشعب. كانوا طالعين من وين؟ من مصر الى فلسطين. ايش قد تطول؟ قلت له روحكم 30 يوم مشي، صارت 40 سنة. طولها يا رب، طولتها، دمرهم. وانت هسه هم تعيش بميشيغان طريق طويل، لا عبالك الوقت ده يمشي بسرعة وشي ورا شي، بس طريق طويل من خلال انه اكو كثير مطبات قدامك تصير. اكو ناس تعيش حياتها كل لحظة ب5000 سنة، بس يريدون هاليوم يخلص. واكو ناس شقد قريبة من الله، واي قديسين يقولوها انه هذا اليوم راح مثل ثانية، دا استعجل بلقائك يا رب. اكو فرق بالمواقف. المهم فدير بالك، لا عبالك ترى الدنيا سريعة، بس خلي بالك ايش دا تشوف، وهذا شوف اللي تشوفه ايش قد راح يساعدك حتى تنهض ايمانيا. المهم اخوتي واخواتي، شوفوا يعني هنا لما دا يحكي يوحنا دا يبين حميمية يسوع مع كنائسة، ولهذا دا يمشي بشركة. شوفوا بعدين شي يقول، انا اعرف اعمالك وجهدك وصبرك، واعرف انك لا تطيق الاشرار، وأنك امتحنت الذين يزعمون أنهم رسل وما هم رسل. شوفوا هنا أنا. عبالك دا يحكي، عبالك يوحنا دا يحكي علينا، على كل الكنائس الموجودة اليوم على الأرض، الكنائس اللي دا تعيش بفتور. دا تشوفون كنائس نشطة؟ سؤال، دا تشوفون كنائس نشطة؟ مو اي لو لا؟ من يقول لا؟ ارفع ايدك. طلعوا برا كلكم. لا الشاقة جملة، اي جملة ثير، جملة تضوج صدق. يعني اللي قال لا ترى يعني مقهور، مو اكو هواية امور مقهور عليها. بس هل يمكن ان نقول بان هناك كنيسة نشطة ام لا؟ زين نقدر نقول هناك كنيسة مجاهدة؟ اكو مو؟ زين هل اكو كنيسة فاترة؟ اين هي، او خلينا نقول كيف حال كنيستك؟ وانا اقول كيف حال كنيستك ما دا اقول على مار يوسف. انت كنيستك، انت كنيستك ناشطة؟ لا. شكرا، انا احترمك على هالشيء. منو كنيسته ناشطة؟ منو كنيسته ناشطة؟ لا تحكون على الكنيسة الام، احكوا على كنيستكم بالبيت. منو كنيسته ناشطة؟ ما له علاقة، ما دا نقول شو اسمه. لا ما حكى على كيفكم، على اوكي فد لحظة. نو ما دا احكي على الكنيسة بصورة عامة، دا احكي على الكنيسة في بيتك، في قلبك، في عائلتك. ناشطة ام لا؟ لا مو ناشطة.
ما تقدرون تقولون اكو وايه سدوا حلقهم. ليش؟ لانه شوفوا باعوا التقييم خليها بعدين. بس انا دا اسالكم بدون يعني ما اريد انه انت تعترف بانه كنيستك ناشطه ام لا، بس بالتاكيد كنيستك ما ناشطه. يعني مو شيء مخجل، مو شيء محزن، لا لا صحيح. هذا اللي تنبأ في يسوع. على كيفكم هسه دا اقولكم، يمكن انت في ذاتك انسان ناشط، يمكن انت في ذاتك تطمح للقداسة، بس بيتك خربان، بس بيتك ما يصلي، بس انت تصلي. تفهموني؟ فاذا انا ما دا احكي على انه انت مو زين لو زين، لا ابد. أنا دا أحكي بأنه إحنا كنا انضربنا باللا نشاط. ليش؟ لأنه لازم يأتي الوقت اللي يبين بي أنه إحنا رفعنا الراية البيضة. فإذا كنيسة أفسس شنو مشكلتها؟ بيها قديسين. لما يخاطب بولس أي جماعة كنيسة يصيحهم قديسين كنيسة أفسس، قديسين كنيسة كورنثوس، قديسين كنيسة سالونيقي. هاي كلمة قديسين تقال لكل الناس. ليش؟ لأنه دعوة للنهوض، لأنه أنتوا نسيتوا الحب الأول، نسيتوا نشاطكم الأول. باعوا هنا دير بالك على هذا الشيء. لما كنا إحنا بالكنيسة قبل كنا صغار، إيش قد كنا قريبين من الكنيسة؟ أكو ناس بينا كانوا يباتون مو؟ كانوا يخدمون، وكان اخو بينا يلزمون الشمع. عاني كنت ألزم الشمع وباوع حلقه زيجي، كان الله يرحمه نجيب ققو هذا قس قديس، كنت باوع عليه. هو من خلاله انا حبيت الكهنوت، قلت فد يوم اصير مثله، وكنت استبعد الفكره، بس كان عندي رهبه من عنده. ليش؟ لانه حياته كلها نشاط، كانت نشاط. بس يعني بالنهايه لما يحكي بولس تيقول انه الكنيسه مال افسس صار بيها، صار في فيها شنو؟ فتور. ما هو الفتور اخوتي؟ من يعرف لي الفتور؟ الفتور ليس برود، رمادي. ثانك يو. اي اوكي، بس ككلمة فتور هي اجتماع الماء البارد بالماء الحار، يتكون لنا ماي لا هو بارد ولا هو حار. ودائما بالكتاب المقدس الله شي يخلي، يسوع شي يخلي تمييز، نعم نعم لا لا، وما زاد عن ذلك. فاذا الفتور شنو؟ الشيطان. اذا الشيطان دخل كنيسة افسس. كانوا الناس بها قديسين، وشفتوا شلون دا يمدحهم يسوع، يقول ما اعرف انتوا صبرتوا، اعرف انه انتوا جاهدتوا، وحتى ميزتوا بين الرسل اللي هم الرسل قديسين وكرسل كذابين. اوكي، ليش صار هذا الشيء؟ لانه قلت لكم بانه افسس كانت هي ملتقى لكل الناس اللي تجي من هوايه مكانات، فكانوا يجربون الرحاله اللي هم معلمين كذابين، كانوا يؤمنون بمعتقدات تزيغ عن الايمان، وشنو كانوا يعلموها لأهل أفسس شي ورا شي شي ورا شي، إلى أن قدروا أنه يلقوا لهم مكان هناك. لكن واحدة من علامات مدينة أفسس هو التشوش، أنه صار شنو صار أكو خلط بين كلام الله وكلام منه، ها؟ كلام الله وكلام العالم. اليوم ميشيغان اكو تشوش كبير بيها بين كلام الله اللي هو حازم وواضح، وتجي تقول لا ابونا كلام العالم همين ما بيها شيء، اذا سوينا هالشيء ما بيها شيء، اذا سوينا هالشيء. شوفوا شويه بدينا نتنازل عن كلام الله من اجل كلام العالم. اقول له اوكي انا ما اعرفك، انا يمكن انت مؤمن، بس مثلا بين قوسين انت اوكي انت تزرع وتسوي وهاي، اقول لك اي انت خوش انسان بيساعد فقراء، يلا حباب طيب، بس دي يزرع. شوفوا هنا باعوا، دا تلاحظون اسرع، اخليكم في مكان، هو حباب
طيب خوش انسان وتربيه وعائله بس يزرعون. زين سؤال هنا، هذول عندهم اخلاق ام فضيله؟ اخلاق. شوفوا الان تجردت الاخلاق عن مستواها الديني، صرت انت حالك حال الياباني، بس انت جد تزرع؟ دا ازرع سموم. ليش؟ حتى يصير عندي فلوس. فهنا شنو بعدين ايش قالوا؟ قالوا لا هي نبتة الله خالقها، ليش بنسوي هالشيء؟ بعدين جوي قالوا اكو رجالين قالوا اي بزنس شنا علاقة مثل الليكر. بعدين تشوفون انتصر كلام العالم عن كلام الله. وين المشكلة؟ المشكلة انه القسس ورجال الدين في افسوس اوكي بدأوا ايضا يقولون ها اذا الناس تريد هيك خلي يصير هيك. شوفوا وين تنازلنا عن كلام الله، تنازلنا عن قوة الله، فصار كلام الله شبيه نزل جوا البورصة مالته نزلت، بينما كانت كنيسة أفسس كنيسة قوية ما تقبل بأي غلط، الآن أصبح بيها ناس جوي دخلوا مستخدمين كلام العالم وبدأوا شوية شوية يسوون سوفت للحقيقة. ولهذا طلع عنا كثير من الأشخاص نشوفهم في سفر أعمال الرسل الإصحاح 18 والإصحاح 19 اللي بيه يبين شون بولس كان يعيش في هذا المكان. شوفوا أحلى شيء هالفصلين من أحرى، لما دخل بولس شافهم هيجي مخربطين فقالوا له تعالي معود ترى جماعتك بدوا ينزلون، ينزل الله كلام الله. شوف مشيغان، ها مشيغان كلام الله بدأ ينزل، هسه كلام أهل الفلوس يلعب دور. شوفوا هنا شي صير، سوى بولس، بولس ذكي، بولس مقاد من الروح القدس، فبدأ يبشر، بدأ يشتغل، راح المجمع 3 أشهر يدق براسه، بقى سنوات، وحتى كان يخاف عليهم، سوى خلى طيموثاوس تلميذه اسقف هناك، وكان أكو قسس، كان أكو قسان وأحبار تابعين للكنيسة أفسس، اسمعوا هنا بولس ده يشتغل شغل مو طبيعي، بولس عجيب ما يبقى ما يقعد بأي مكان، يروح من هناك يروح هناك يجي هناك، بس شنو الشيء الحلو إنه دائما عنده براسه فتشي يبقى يزن عليهم ويرجعهم إلى نقطة الصفر، إنه دير بالك هي مش شريعة بها الخلاص وإنما الإيمان بيسوع المسيح اللي تتحقق به مواعيد الله. هاي واحدة. اثنين شوف يلا باع الناس صار بها بدأت تؤمن بيسوع، بدأت تترك، شوفوا في أفسس بدأت تترك كتب السحر، يقول لك في أعمال الرسل إنه السحرة لما اقتنعوا بكلام بولس لأنه خبرهم بولس بدأ يشتغل من الصبح لليل، رجال كرازاته طويلة إلى درجة افتيخس هذا الشخص اللي كان دا ينصت له فوق السطح، إش قد ما طول بولس بالكرازة نام افتيخس وقع بالقع مات، قام أقامه هو من الموت وقال لهم لا تخافون ترى بي نفس. شوفوا هنا إلى هالدرجة اليوم يصير مشكلة كبيرة إذا طولنا إذا حكينا بالكرازة، لازم أبونا بسرعة بليس يلزم ساعة. ليش؟ كلام الله وكلام العالم، أصبح كلام العالم أطيب، شاهد نت، مسلسلات تقعد ساعتين، هسه المسلسلات التركية توصل 2.5 ساعة، تقعد المرأة تقعد وتجيب التفاح وتجيب هاي وبعدين أجي أشوفها دا تبكي، بينما تسمع كرازة لا عشان طولنا كلام عن المسيح مشكلة صار. ولهذا ديروا بالكم، شوفوا أنتوا أول الناس إذا تجون الكنيسة بينوا جماعة هنا تبين كنيسة أفسس بينا إنه إحنا ناس كلام العالم صار أطيب لنا وأنصب الفيك. أكو ناس أنا ليش يعني إحنا كنا نسوي قداديس ما ننقلها، بس صار الكوفيد بدنا ننقلها، الناس قامت تتغدى وتتفرج القداس، بعدين صار عندنا ضعف يعني ما نعرف شو نسوي، يعني أكو هواية ناس قاعد رجل على رجل، أنا ما أروح الكنيسة أتفرج القداس ما يخاف، إذا أنت مقعد إذا أنت كسيح فالرب يباركك، بس إذا ما بك شيء فروح اطلع منه انا وهذا القداس ما مقبول. ديروا بالكم ابد لا تروح على الراحه، لان الراحه تخليك شنو؟ تخلي كلام العالم اعظم من كلام الله. ولهذا شنو اللي صار؟
خبلهم في أفسس مار بولس، قلب خلقتهم، قالوا بعد احنا نروح ورا يسوع. قاموا هذول اللي يمشون ورا السحر والهاي، جابوا كتبهم كلها حرقوها، تحولوا وصاروا شنو؟ صاروا ناس قديسين. يقول لك بعمال الرسل حرقوا كتب بقيمة 50,000 قطعة نقدية فضية. هيك وصلوا مرحلة، يعني جماعات غواية راحت تحرق الكتب لأن آمنت بيسوع هو المخلص مو السحر. وإحنا اليوم عندنا هواية ناس زي دقون باب السحر، عندنا من جماعتنا اللي يحملون معموذيتنا فاتحة محال وتأخذ $50 على قراءة الفنجان، الله عافية عليها. وذيك تقول أجيبي لي قطعة وذيك ما أعرف شنو. لا أبد، الفكرة هي شوفوا أخوتي، دائما أنه كلام العالم لا تخلي فوق كلام الله. ليش نقول لكم دائما أقروا كلمة الله؟ فهنا أفسس وقعت بهالمشكلة، وصلت مرحلة منه شوفوا هنا إيش قد خبلهم بولس، إلى درجة أكو أولاد رئيس الكهنة اليهودي اسمه ويسكاو، هذول مو شافوا بولس بس يخلي إيده كانت أرواح الشريرة تهرب، فسووا راحوا على واحد هم أبناءه، فش قالوا هو كان دا يرفس هيجي، قالوا له باسم يسوع اللي دا يحكي عنه بولس اطلع. طلع الشيطان ضوى عليهم هيجي، قال بالله يسوع آمنا بالله، بولس آمنا بالله، انت شنو انت منو؟ قام كان هذا الممسوس قام عليهم شبعهم بسط شرطة. هاي حادثة صارت في أفسس. الحادثة الثانية اللي صارت هو ديمتريوس. ديمتريوس هو صايغ صانع بمعبد أرتميس، يصنع تماثيل فضية، أوكي تماثيل صغيرة. بولس طلع إيش قال؟ باع بولس قال ما يصنع بيد الإنسان ليس آلهة. بولس حكى وقف شغلهم، اجى هذا قالهم لجماعته باعوا هنا الله عليكم بس عكسوها على مشيكن، قالهم هذا اللي تصنعوه كله هو ولا له علاقة بالله، هذا طين وعف شنو تسوون فضة، هاي مو إله. الناس سوت بعد ما تروح وراهم، بعد ما تطلب تماثيل، بعد ما تسوي هالشي، الصار باعوا هنا. جمع ديمتريوس جمع كل العمال قالهم ترى هاي وضعية، ترى هذا دا يسوي هيك، ترى ديهين منو؟ أرطميس. هو مو ديهين أرطميس، هو شنو؟ هو انقطع رزقه. شوفوا هنا فولفوها بأسلوب قومي، هي الشغلة وما بيها أن بولس قال يابا هذه حرام، هذه ما نؤمن بيها، فالناس مشت ورا، لكن هذول تخبلوا فسووا ثورة ورادوا يقتلون يذبحوا بولس. قاموا جماعته قالوا له لا تظهر ابتعد لأنه راح يأذوك، وقام واحد من الكتاب اسمه اسكندر هو شخص يهودي وقال أنه إذا عندكم شيء على بولس روحوا اشتكوا عليه بالمحكمة بس حتى يهدئ من روعهم. لاحظوا هنا شوفوا بولس ايش قد كان فاعل في افسس. افسس ناس وقعد بالخطيئه، اجى بولس دا يشتغل على ارجاعهم للحب الاول، انه يبني بداخلهم هذه المحبه اللي احنا نشتهيها في بلد المهجر انه مدى نعيشها. ولهذا تلاحظون راح نوصل الى مرحله شي يقول هنا، يقول انهم رسل وما هم رسل فوجدتهم كاذبين. منو دخل بالقضية؟ أكو عندنا بدعة صارت اسمها بدعة نيقولاوس. من هو نيقولاوس؟ ها؟ نيقولاوس. شوفوا نيقولاوس فتشي كلش رائع، يعني باعوا هنا. نيقولاوس شماس، خلي خط جوا شماس، وهسه راح اضرب الشمامس. شماس
من فعل شمش يعني شنو؟ خادم. الخادم هو والشماس هو كل إنسان يشتغل بالكنيسة، هاي واحدة، مو بس اللي على المذبح، هاي واحدة. الخادم دائما لما نركز عليه هو كل أب عنده عائلة، هو كل أم عندها أولاد وتعلمهم، وهذول كلهم خدام. هو كل شاب يصلي ويصوم حتى يحافظ على الهيكل مالته اللي هو جسده، هو هم خادم. فمسألة شماس نقدر ناخذها ان تاريخيا هي كانت تعبر عن احد الشمامسة السبعة، لكن لما نقول خادم تصير اكثر، شلون يقول لك، اكثر من فتحين على شغلنا كنا كمؤمنين. فكل مؤمن هو خادم للكلمة، هو خادم للمسيح، هو خادم شنو؟ خادم لكنيسة معين. المهم هسه راح نرجع، نيقولاس هو احد منه، احد الشمامسة. كم شماس عندنا كان؟ سبعة. من هم؟ ستيفانوس واحد، لا تباوع على الكتاب مالتك، لا تفتحه. بعد منه يعقوب، وين قرايتكم؟ وين متى؟ الله عليك، اروح اطم نفسي. استيفانوس، فيلبوس، بروخوس، نيكانور، برميناس، تيمون، ونيقلاوس، سبعة اختاروهم الرسل، قالوا احنا صاروا هواي المسيحيين، فخلي نجيب خدام يخدمون المائدة واحنا نصلي. وبالفعل وكان رئيس منه استيفانوس. نيقلاوس هو شخص أنطاكي، يقول لك دخيل أنطاكي، يعني واحد غريب جاي من برا. لكن هذا نيقلاوس مو شماس، وكان هو دا يخدم، لكن خربط هواي. إذا تقرون بأعمال ستة خمسة راح تشوفوهم هذولا شون تم اختيارهم. لكن باعوا هذا، خلق بدعة، هذا بدعة طلعت من الشماس نفسه، شوفوا. فإذا هنا أنا من أجي اليوم، همين أجي اليوم أحكي، يقولوا لي أنت أبونا دا تحكي دا تغلط وهاي. سؤال وأني مسؤول عليه، حد أنه أتحمل تبعات كلامي. أني ليه هسه ما شايف شماس بعيار شمامسة أعمال الرسل؟ مو عندنا شمامسة يلبسون أبيض، كل الاحترام والتقدير لهم، بس أنا ما دا أشوف، مثل ما من دا نشوف كهنة، من ما دا أحكي على شمامسة، بس نحكي على الخدام بصورة عامة، وين شغلهم؟ لما اليوم احنا عندنا مدرسة الشمامسة، يجب ان يخرج منها قديسون، يجب ان يخرج منها مبشرون، يجب ان يخرج منها هاي، يعني بس هي لبس الملابس الطقسية. هل الشماس هو فقط بالطقس؟ اما الشماس هو اعظم شغله هو لما يطلع من الكنيسة. فتشوفون هنا من اكثر الناس عرضة للضرب هم الخدام الكنيسة، الشيطان يتونس عليهم. ليش؟ لأنه فاترين، مو الكل، ولكن هناك ناس عندهم الطاقة، عندهم القوة، لكن أبونا عندنا شغل، أبونا احنا شو نقدر نسوي، أبونا شو ونطلع 100 عذر وكل شيء ما نسوي. فكلمة شماس I'm so sorry هي كلمة وظائفية في الكنيسة، وليست كلمة بالمفهوم العريض اللي موجود بأعمال الرسل. هل سيخرج؟ يا سيخرج، أنا متأكد. حيث تكثر الخطيئة شو يصير؟ يقول بولس تفيض النعمة، فراح يطلع لنا شمامسة قديسين. بس شمامسة عاملين ما عندنا هواية، دي يحاولون بكل جهدهم، لكن أكو هواية فاترين، بس أكو هواية بس يراد لهم واحد يشعلهم. المهم هنا باعوا، من اختار؟ من اختار الشيطان؟ اختار خادم بالكنيسة. فإذا خدام الكنيسة يعني هم ليسوا محصنين، ولهذا مو كل واحد دخل للكنيسة قال أنا دخلت الكنيسة، الشيطان بإمكانه أن يدخل ويقعد يمك ويدخل بقلبك وانت بالكنيسة وانت تتصلي. فدائما ديروا بالكم، نيقولاوس سوى، نيقولاوس باعوا شماس، شماس
تربى على هالتربية العظيمة بالكنيسة شي يقول؟ يقول يقول إن الله لم يخلق العالم بل هناك قوة أخرى خلقت العالم. باعوا هذا واحد شماس بالكنيسة. اثنين يقول لما لا يحدث الاختلاط الجنسي بين الرجل والمرأة بدون مباركة زواجية؟ معكم واي شباب تختخون اي. وبعدين قال يجوز ان تأكل الطعام المقدم للأوثان قبل الكنيسة. وين تخب هذا الطعام؟ طعام مقدم للأوثان حتى لو خبز حتى لو لحم ولا قبل يذبوه بالزبل. لا اجى نيقولاوس يقول قال تقدرون تاكلوا. فاذا اباح ثلاث امور هي خطرة. اول شيء جرد الله من الخلق. اثنين انطى امكانية للاختلاط الجنو الاختلاط الجسدي بدون بركة الزواج. وثلاثة انه اعطاهم واباح لهم انه ياكلون الاوثان طعام الاوثان. فاذا هذا نيقولاوس لما اجى دمر الكنيسة هم كنيسة افسس. واليوم احنا خلي نخلي أربعة مثلا هسه واحد منع الخلق أوكي عن الله زين. اثنين أباح الجنس. ثلاثة بعد شنو؟ ها يجوز أكل طعام زين. هاي ثلاثة. هسه نجي ميشيغان أربعة. أوكي أوكي إحنا ما بدنا نبتعد. ها هاي كنيسة أفسس. الحشيشة خمسة. الإجهاض ستة. الزواج المثلي سبعة. عفية طلاق ثمانية. الخيانات الزوجية تسعة. شنو؟ عفية تحويل الجنس ترانسجندر عشرة. هاي انتهت. فليش دا تحكون على أفسس؟ أفسس صورة لميشيغان، صورة لأمريكا، صورة للوضع اللي دا يصير. فنيقولاوس ما زال موجود. اي عفية وتطور. فإذا ديروا بالكم هنا أنا. هي ما وقفت لي هنا. الآن كملوا شوفوا هذه ما نريد نحكي بيها لأنه ما حد يحكي بيها. الكل دا يحلل، الكل دا يحلل. إحنا بس نخلق الأجواء حتى المرأة توقع بالخطيئة، حتى الرجال يوقع بالخطيئة. شوفوا نيقولاوس ما زال يحيا في مجتمعنا. فإذا كنيستنا اليوم هي دا تمر بظروف أفسس إنه نسيت الحب الأول أصبحت فاترة. فصار عندنا مشكلة كبيرة بأن الحب الأول هو الحب القداسي اللي لازم يكون إنه أنا ورا ما أروح أخذ القربان أطلع أبشر أطلع أكرز أطلع أقول هللويا، مو أنا أطلع أفكر أسوي باربيكيو أو أروح على الستور مالتي وأروح ألم لي كم فلس. مو هذا الشيء، وإنما الشيء هو الرجوع للحب الأول اللي هو حب الصداقي مع الله. ولهذا وين وقعت؟ وين وقعت أفسس؟ وقعت بالمحظور انه انقسمت وجوا ناس قسموها وجوا مقسمين، بالمعنى انه قالوا بانه احنا هم نحكي من خلال الله وسووا لهم جروب. سوى بولس جمع جماعته. ليش؟ لانه يروح لاورشليم. قال لهم تعالوا صح القسان كلهم، صح المطارن، مطران كان عنده والحاشيه، قعدهم قال لهم باع اقول لكم انا رايح لاورشليم اخر روحه. وكانوا متحلفين بأورشليم يذبحوه، يعني منتهي، يعني ورايح قلق بولس انه انا راح اتبهذل. باو قال انا راح اروح بس اقولكم انا متاكد. شوفوا بعض الكلمه باليوناني هيجي. قال لهم انا متاكد 100% راح يجي من بعدي كان راح يضربوكم. ما جاء قلهم قلهم باعوا 100% الذئاب الخاطفة جاية. باعوا هنا شوفوا اللستة ذئاب خاطفة.
هذول شو راح يقولوا لكم؟ راح يقولوا لكم هذا حلال، هذا امريكا حللت الاجهاض عادي. فيعني كل شيء تحلل امريكا، الحشيشه، الزواج المثلي، الطلاق، حلال. اوكي، فاذا كل شيء تقول امريكا حلال، راحت الكنيسه، هاي واحده. ثياب خاطفه راح تفتك بكم فتك. فاللي اريده منكم، اللي اريده منكم توحدوا وديروا بالكم على الضعفاء وتديروا بالكم على كلمه الله. الكلمة أشوفه هنا، كلمة الله، الكلمة المقدسة هي نعمة الكلمة. هنا الحب الأول اللي قبل كنتوا مؤمنين به، كنتوا كلكم تقرون يا جماعة أفسس، كنتوا قديسين بس نسيتوا الله. ديروا بالكم ذياب الخاطفة راح تنسيكم الحب الأول، وهذا الحب العظيم اللي هو حب بين الله والإنسان، وهذا مهم جدا. ولهذا بالأخير ايش قال لهم؟ قال لهم أني رايح، ترى أني بعد ما راح أشوفكم، انتهت. علم مجامعهم كرز، انطاهم قوة، بس قال لهم ترى أنا اللي راح يجي، ترى كلش تعس، ذئاب خاطفة. وقال لهم يلا، واحد بيد الله وقع بالقاع، بولس، قال لهم يلا كنا نصلي. قعدوا دا يصلون ودا يبتشون لأنه بعد ما يشوف. فخلصوا كلهم الجوي على رقبته دا يبوسوها، وهو ظل يبتشي بولس لأنه انقهر على أفسس. أفسس راح تضيع. هنا لاحظوا الذئاب الخاطفة. فركز على فد شيء واحد اخوتي واخواتي باع هنا حتى انهي، شوفوا مهم جدا. قالهم المحبة الاخوية. بس اقولكم شيء واحد، من حكى وياهم بولس قالهم اذا تريدون تعالجون الامور اتذكروا، تذكروا، تذكر اي، وبعدين تب، وبعدين اعملوا اعمالكم الاولى. شوفوا هنا لما تصير عركات بين الزوج والزوجه شو نقول لهم؟ نقول له حبيبي انا زوجتك كنت واحد يحب الله، كنت انت تنتظرها من تخلص الشغل، كنت تنتظرها من مثل روميو وجولييت، كاتل روحك، انت رحت حفيت عليها وحرقت دمك، هسه دا تضربها. شوفوا هنا شغلنا احنا انه نذكر، اتذكر يا حبيبي اللحظة الاولى اللي حبيت واحد الاخ، وبعدين توب يا اخي. شوف انت حياتك الحاضرة ايش دا تسوي؟ باعوا بولس، تذكر. شوفي الله ايش يقول، يسوع يقول له خلي جماعة افسس تتذكر شنو معنى كلمتي وتوب، وبعدين تبدي تسوي أعمال القديمة، تحضر القداس، تغمض عينك، تساعد فقراء، تروح تبشر، تروح تكرز، هذه أهم شيء. هنا أقول لكم يا صراحة إنه بولس ركز على المحبة الأخوية قبل ما يركز على حب الله. شوفوا اللي ما يحب أخوه ما يحب الله. ومن أقول الأخ مو دا أقول الناس اللي بالدم، دا أقول الأخوة. لا تنافقون، لا تضربون جماعتكم، لا تحقدون. ليش؟ لأنه جماعتنا بدأت تنزل، كنيستنا بدأت تفتر. كنيستنا اليوم أنا دحشكم يا أنا لسان بولس، أنا مو لسان واحد قس يقولكم هي الدنيا حلوة. لا أخوتي وأخواتي، الدنيا ليست جميلة، هذه الكرازات معطبة، لا تسمعوها، لأنه هذه مثل لسان هذول الناس اللي يجون ويجيبون السم ويدلقوه علينا، يقولون أنتوا حلوين، أنتوا جماعة تخبل، من أشوفكم بالعيد مليان الكنيسة، أنا قلبي يوجعني. هذه هي كنيسة أفسس، كنيسة فاترة بالأعياد تظهر. ولهذا أقول لكم إياها، أول مشكلة أنت تمر بها راح تضحي بالله. فاليوم ديروا بالكم من الذئاب الخاطفة، ركزوا على المحبة الأخوية، لا تركزوا بس على حب الله. يقول الله أنا ما أريدك تحبني، بس حب أخوك وراح تشوفني. فإذا هنا أخوتي، هذه الجماعة علاجها بهالأمور، إنه يكون عندك ذاكرة روحية، تصلي، تصلي، تضبط نفسك، افتح الكتاب المقدس، صلي وتوب، قول يا رب أتوب، بعد ما أحكي على فلان، ما أحكي على فلان، أجي أصلي بس، وأجي أنا أحكي بالخير، وبنفس الوقت راح أبدي على الأعمال، إنه الأعمال إنه أساعد وأسوي، مو بس أحكي بالصلاة، لكن هناك فعل. ولهذا أخوتي، هذه الكنيسة
أول كنيسة، شوفوا شقد محبوبة بقلب الله وبقلب المسيح، لكن وجه لها فتشيء وقالها إذا ما تحققين هذه الأمور إيش راح أسوي. شوفوا هنا أنا آخر شيء العقاب، شنو العقاب؟ شنو سأزيلك، أزيل عفية منارتك. شنو يعني أزيل منارتك؟ يلا آخر شيء، ها أزيل منارتك يعني شنو؟ لا بعد بعد، أزيل منارتك شنو شغل الكنيسة؟ شاهدة. فهنا أنا أوكي، شوفوا إيش قال له، قال للكنيسة إذا ما استعدلتوا، إذا ما تذكرتوا وعدكم الأول وحبكم الأول، إذا ما تبتوا، إذا ما رجعتوا للأعمال الأولى، أعمال الحب اللي كانت بيني وبينكم، راح تخسرين شهادتك، شهادة الحق بين الناس. فما راح بعد الكنيسة تضوي، راح تنزاح، راح تصير مجرد طقوس، راح تصير مجرد ناس بس تهلهل بالأحد وانتهت. لكن اليوم الكنيسة هي ليست يوم الأحد، هذه ما يصير ما يصير ما يصير. اليوم الكنيسة حتى تكون شاهدة لازم تكون 7 days، وهذا الشيء. ولهذا احنا يوميا نريد نسوي نشاط بالكنيسة، يومية هسه بالكنيسة لازم نحرقها الدنيا، حتى لو نكون ضعفاء خلي، بس اللي يجي يشتغل هذا أنا أقول له قديس، شماس قديس، بس الشمام يسأل قاعدة ملتهية بشغلها، أخلي على علامة 7000 علامة استفهام، لو دارس مو لاهوت، مش لاهوت، تخلوها سكتة. هنا العقاب إنه الكنيسة ما راح تكون شاهدة، سكتم بكتم الكنيسة انتهت. وين هاي كانت الكنيسة بهالمنطقة؟ لا حس ولا نفس، شكو ما نعرف، مهجورة، بس الأحد تفتح أبوابها. هاي الكنيسة ليست بشاهدة. اليوم الكنيسة لازم تحترق، اليوم الكنيسة لازم تشتعل بالروح القدس. ولهذا شغل منه، شغل الخدام، إنه يبدون يفكرون بأنه اليوم إحنا دا نمشي ويا التيار. نحن لسنا عكس التيار، والتيار أخوتي شنو؟ تيار منه الشيطان، تيار العالم، ترى راح يأذينا. فكنيسة أفسس هي كنيسة الفتور، كنيسة اللي كانت تعشق الله لكن الآن بدت ما تشوفه، ولهذا بدت تحب الأحجار، تحب الأمور الأرضية. لكن اليوم احنا نريد كنيسة شاهدة، ولهذا يشفع لها، يقول يسوع يشفع لها انه حاربت، بس هسه لا، اجى الوقت اللي لازم ترتد ولازم ترجع إليه. فإذا أخوتي لاحظوا هنا الشهادة مهمة، وكنيسة أفسس كنيسة ميشيغان هي واحد. هذا ما أردت قوله، ونشكركم شكر جزيل، ربي يبارككم.